ده خلينا الحقيقه ان احنا نفكر مع حضراتكم بسرعه كده ونشوف ونستطلع راي الناس. هو ممكن حضرتك بسهوله كده وببساطه انك انت تعتدي على بنتك، تعتدي على اختك على خلفيه اشاعه؟ هل مره حاولت انك انت تعتدي عليها وتضربها، تضرب بنتك او تضرب اختك او تضرب زوجتك على خلفيه اشاعه، سواء بقى بتمس الشرف او غير الشرف او اي مشكله ممكن تحصل؟ نزلنا الشارع وحاولنا نشوف ونلاقي رد او اجابه على السؤال ده. الراجل يمد ايده على الست سواء كانت اخته او مراته او بنته او ايا كان علاقته بيها، تمام؟ بس في اوقات لما يشوفها بتغلط لازم يمنعها باي وسيله، اوقات بيبقى الموضوع خارج عن السيطره شويه عند الراجل، فبيضطر ان هو مثلا يوصل للحل اللي هو حل سلبي جدا، اللي هو ان هو يمد ايده او يضرب او كده. امد ايدي على بنتي اولا، ما احطش امد ايدي على بنتي باسلوب الحنان فقط، انما مش ممكن امد ايدي عليها باي مفهوم تاني كضرب او كتوجيه او حاجه، لان المفروض الضرب ده اسلوب بربري ما ينفعش في التوجيه. يعني لو مراتي عملت حاجه غلط اكيد، يعني لو اتاخرت اكيد هحسب، بس يعني هيوصل لمد الايد دي في حدود لما خلاص بقى اللي هو الاستفزاز للاخر. هي ممكن مثلا لو اتجوزت مثلا على مامتها او حاجه زي كده باسلوب مش لايق، فده تستاهل ان هي مثلا تتعاقب عليه. والله مش كل الرجاله طبعا، احنا قلنا لسه دلوقتي نقول العقليه بس هي اهم حاجه، انك تقدر تمارس عقليه اللي قدام منك وتقدر تتعامل معاها، سواء زوجت اختك او زوجتك غلط. الضرب لا، مفيش حاجه اسمها ضرب. لا، هو اعتقد الامور على بنتي ممكن في حالات استفزاز مثلا او حاجه زي كده ممكن اضطر، بس بيبقى حاجه يعني جزاء رادع يعني، بس بطريقه مش ان انا اضربها ضرب موجع يعني. هو المبدا اصلا ان مد الايد مش صح، ده المبدا، بس طبعا دي بترجع للتربيه من الاول. ان انا ضد اصلا موضوع مد الايد ده، ما بحبوش اصلا. يعني مد الايد ده بحس ان هو بيقل من قيمه اللي قدامي. ما ينفعش يعني واحد يمد ايده على واحده، بس هو في المواقف بس اللي هو حاجه انا مش متذكر من ايه قوي يعني، بس هو بينجزها، بس اللي هو بيزقها او حاجه كده عشان اللي هو يوعيها ان هي اللي بتعمله ده غلط، بس مش توصل لدرجه ضرب يعني. بس انا عايز اقول لك انا 30 سنه متزوج، ايدي ما اترفعتش عن المدام يعني. ولا انا اقول لك ان انا ما عنديش بنت، عندي 3 صبيان وبدغدغهم بالضرب. طيب ده كان رأي الشارع على فكرة التعدي على المرأة أو ضرب إخواتنا وبناتنا وزوجاتنا الحقيقة على خلفية أي حاجة ممكن تحصل. وطبعا حضراتكم شايفين الإجابات واضحة جدا زي ما شايفين، وهيكون لنا وقفة إن شاء الله يوم دايما في الأربعة مع فكرة الطب النفسي وإزاي نتعامل مع نفسنا ونتعامل مع غيرنا.